لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بشري يا موريتانيا بشري يا موريتانيا يا الشعب كبير مرتاح هاي فتيت الاخوان لا تفرض اسلام بشري يا موريتان بشري يا موريتان يا الشعب كبير مرتاح هاي فتيت الاخوان لا تفرض اسلام هاي فتيت الاخوان تغيير تبغين الشعب الخير تصبر ساعة القباح تصبر ساعة القباح صوت هشيج التكبير دوع وهم النزاع صوت هشيج التكبير دوع وهم النزاع ليل يا موريتان يا الشعب كبر وارتاح هاي بديت الإخوان طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الهادي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. سأحاول أن أختصر جدا لأن وقت الصلاة قد حان ولا خير في أمر يشغل عن الصلاة. أهنئ أخواتي الفضليات في منظمة نساء الإصلاح على هذا النشاط وعلى هذه الحيوية وعلى هذا النداء وعلى هذا الوضوح في الموقف. أهنئ الحرائر وكل نساء موريتانيا حرائر أهنئهن على هذا الإنجاز وأكتفي في هذا المقام بست نقاط وسأحاول أن يكون رقمي صحيحا. أما النقطة الأولى فقد يتساءل بعضهم ما لأهل تواصل يجمعون النساء للحديث في السياسة وللكلام عن التغيير وللمطالبة للرحيل. هنا أذكر أخواتي الفضليات وأذكر السامعين والسامعات بحديث الإمام مسلم عن أبي نوفل أنه قال لما دخل الحجاج بن يوسف وهو أحد مستبدي التاريخ الإسلامي على أسماء بنت أبي بكر الصديق بعد مقتل عبد الله بن الزبير وقال لها كيف رأيتني فعلت بعدو الله يعني عبد الله بن الزبير قالت رضي الله عنها أفسد عليك دنيا أفسد عليك آخرتك وأفسدت عليه دنيا. ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا أما الكذاب فرأيناه وأما المبير فلا أخالك إلا إياه. هذا موقف امرأة دشنت به مقاومة الاستبداد والصراحة مع الاستبداد والنداء بالرحيل في حق الاستبداد. وليس غريبا لأننا في تواصل نؤمن أن للسياسة معروفها وأنه كثير الخير كثير الأجر إن شاء الله وأن للسياسة منكرها وأنه كثير الخطر على الشعوب والأمم. والله تعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فعملنا هذا بإذن الله ونضالنا هذا وجهادنا هذا
ودعوتنا للتغيير هذه، ونداؤنا الصريح أن ارحل يا محمد بن عبد العزيز يدخل دخولا بينا، يدخل دخولا بينا في معروف السياسة، ويدخل دخولا بينا في الدعوة إلى إنكار منكر السياسة. أما النقطة الثانية فهي أن بعضهم قال إن الدين في العروق والأعماق، ولكنه لا ينبغي أن يوظف للسياسة وجمع الأصوات. ونحن هنا لا بد أن نذكر بموقفنا في تواصل في مسألة الدين والسياسة. نحن ننطلق من قاعدة أن الدين أساس والسلطان حارس، وما لا أساس له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. نعم نرفض استغلال الدين للسياسة، ولكننا نريد توظيف السياسة للدين، وبين الأمرين فرق واضح. الأنظمة المستبدة الظالمة الفاسدة تمارس فسادها، تظلم شعبها، تفقر شعبها، تنظم اتفاقياتها وعقودها مع الآخر، تفعل ذلك بهواها، وفجأة تتذكر الدين فتدعو أهل الدين والعلم ليبرروا هذا المنكر ويسوغوا هذه المخالفة. هذا هو استغلال الدين للسياسة. أما نحن فنرى أن السياسة هي جزء من الحياة، ومطالبون بأن نخضعها لمقاصد وأهداف الدين الكلية. ولذلك نتذكر مقولة إمام هذه البلاد وأحد أبرز علمائها الإمام المرحوم بالداه للبصير: دين بلا سياسة لا يستقيم، وسياسة بلا دين عار الدنيا ونار الجحيم. ويطيبني في هذا المقام ونحن في تواصل، منبعنا كمنبع الإخوان، أن أذكر بكلمة الإمام الشهيد حسن البنا رحمة الله عليه، واصفا هذه الرسالة وهذا المنهج: إنها الرسالة التي امتدت طولا حتى شملت آباد الزمن، وامتدت عرضا حتى انتظمت آفاق الأمم، وامتدت عمقا حتى استوعبت شؤون الدنيا والآخرة. إذا نحن نريد للسياسة أن تستقيم، وأن تكون صالحة، وأن تحارب الفساد حقيقة، وأن تكون في خدمة الناس. إنما أنا واحد من الناس كما قال عمر بن عبد العزيز: ولكنني أكبرهم حملا. نعم نؤمن إيمانا راسخا أن هذا المفهوم للسياسة يفرض علينا أن نقاوم الاستبداد وأن نعارض الظلم. والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم أخلا ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم لا يلعنكم كما لعنهم أي بنو إسرائيل. هذه هي سياستنا. إذا جاءت بالأصوات فمرحبا بالأصوات، وإذا جاءت بالتأييد فمرحبا بالتأييد. وبالتأكيد فإن هذه السياسة تأتي بالأصوات وتأتي بالشعب وتأتي بالناس، لأنها السياسة التي تنسجم مع هويات الشعوب ودين الشعوب وحقائق الشعوب ومصالح الشعوب. الملاحظة الثالثة وسأسرع،
هي مقارنة بسيطة بين التغيير والفوضى وبين الاستبداد والاستقرار. بعضهم يخوفنا أن كل دعوة للتغيير وكل دعوة للرحيل، وبالمناسبة هذا شعار جميل، المرأة الموريتانية تريد رحيل محمد بن عبد العزيز. كما قلت أن كل دعوة للتغيير أو الرحيل هي دعوة للعنف والفوضى، وأن الشعوب إذا أرادت أن تهدأ وتستقر ويسود الهدوء والاستقرار فعليها بقبول الاستبداد. هذه المعادلة أصبحت باطلة. الشعوب وشعبنا منها، أحزاب التغيير وحزبنا من ضمنها، مصرة على التغيير الحقيقي والجذري والجدي، نفس إصرارها على رفض الفوضى والعنف. لكن إرادة الشعوب السلمية، قوة الشعوب السلمية، انتبه للكلمة جيدا، الحرية بحر هائج مائج، والجبناء يفضلون هدوء الطغيان. هدوء الطغيان هدوء. كلمة لأحد العلماء المختصين في الاستبداد حتى تفهموا خطر هذا الداء، عبد الرحمن الكواكبي يقول: الاستبداد أشد وطأة من الوباء، أكبر هولا من الحريق، أعظم تخريبا من السيل، أذل للنفوس من السؤال. النقطة الرابعة، يطالبنا البعض ألا نشخص الأمور ويقول بأن الكلام الجارح لا يليق. فأما الأمر الثاني فصحيح، أدبنا أخلاقنا سلوكنا يمنعنا من ذلك، أما الأول فغير صحيح. لماذا؟ هذا البلد ما يعيشه من فقر وتفقير، من فساد وإفساد، من هد لأركان الدولة والإدارة، من تأجيل مفتوح لانتخابات أودت إلى عدم شرعية المؤسسات القائمة، من ضرب الطلاب والطالبات، من إغلاق المعهد وعسكرة الجامعة، من تجاهل مطالب الشعب. نقف يقف وساكنة الحوض وساكنة الأعصاب وساكنة ذي دماغ الحوضين وساكنة ذي دماغ وساكنة قربل والبراكن وغيرها من الولايات يعانون من جفاف شديد. ينبغي أن نتوجه إلى الله بالدعاء ليرفعه عنا، وأن نسعى بأيدينا لأن نرفع الجفاف السياسي الجاثم على صدورنا. يقف ويقول بأنه لا جفاف، فعلا كما قال الرئيس محمد غلام هو لا يحس بالجفاف ولا عبرة بالجماهير وبالشعب. هذه المسؤوليات كلها مجتمعة على الرئيس محمد بن عبد العزيز، ولذلك إذا شخصنا لا نتحدث عن فرد، ومعال الله أن نتحدث عن أسرة أو قبيلة أو فئة أو جهة، وإنما نتحدث عن شخص أفسد البلاد والعباد، ولذلك نقول له ارحم. خصوصا أنه ليس من الرؤساء الذين اشتهروا بإشراك رفقائهم وزملائهم ووزرائهم أحرام عارضيهم في أي أمر من الأمور. إذن المسؤولية مشخصة، ولذلك نشخصها ونقول بأن الحل هو أن الحل. النقطة الخامسة وبسرعة، عن الفساد.
الرئيس النائب السابق سيدي محمود لديه كلمة تاريخية في هذا المقام، أن معظم الأنظمة المتعاقبة مارست الفساد، ولكن لأول مرة في تاريخ البلد نظام يمارس الفساد ويحمي الفساد ومع ذلك تحت شعار محاربة الفساد. الفساد حديث طويل عن ميزانيات تقر ويصرف خارجها، صفقات مشبوهة تعقد، صفقات مع الصين لا حدود للاستفادة الشخصية منها، والفساد المتحقق على قطاع الصيد منها. قال بأنه يتحدى أي أحد أن يقول بأنه قد جرت صفقات بالتراضي في هذا البلد. أذكر أن اللجنة المركزية للصفقات مشهورا ذلك أكدت أن أكثر من 10 صفقات بالتراضي أولها كلفتها أكثر من 2 مليار أوقية، 50 مليون دولار، وحتى نعرف الرقم على صحته أكثر وربما 15 مليار مغربية أنفقت خارج الميزانية أعطتها المملكة العربية السعودية، لا يعلم متى أنفقت ولا كيف أنفقت ولا فيما أنفقت. فساد في القضاء وتوظيفه لتصفية الحسابات. وفي هذا المقام أحيي باسمكم الدكتور المهندس مولاي العربي والمولاي الحمد، لأن الحديث طال والوقت أزف سمعت أن الرئيس محمد بن عبد العزيز يحب الصينيين، لكنني أرشح أنه يحب صفقاتهم والتعامل معهم، لأنه أحيانا لا يخضع لبعض الرقابة التي تخضع لها الصفقات مع آخرين. ولكنني أريد لهذا الحب للصين أن يتمدد ليصل حكم الصين، وهناك حكمة صينية أختم بها وأرجو الاستماع لها جيدا. إن العلاقة بين الملك والناس مماثلة لتلك العلاقة بين القارب والماء، والماء هو الذي يطفو عليه القارب، والماء هو الذي ينقلب عليه القارب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لهم إن الإسلام هو الحل واختاروا الأقوى في الحق إن الإسلام هو الحل واختاروا درب